السلام عليكم. حكينا بالحلقات السابقة عن اندوترايكال تيوب، ويعني ان شاء الله الحلقات الجاية حنبدأ نتناول موضوع بالتخدير والصرف شكل اجزاء. في اليوم نبلش بموضوع البيدياتريك انستيزيا، يعني تخدير الاطفال. اول شيء احنا قبل ما ندرس اي موضوع بالتخدير لازم نعرف شنو الفسلجة مالته، شنو الاناتومي خاصة يعني بالأطفال. وأما بقية المواضيع في اللي نحتاجه إحنا بالفسلجة الطبيعية وشنو التغيرات اللي تصير الحالات المرضية حتى نربط بالتخدير، فنتوكل على الله. أولا البيدياتريك، طبعا إحنا نقول مصطلح children طفل، يعني معناه مو هو بالغ بس حجمه صغير، لا، فسلجة تختلف، تشريح مختلف. ناخذ المصطلحات الشائعة، اكيد كليتكم مثلا حابين تعرفون شنو معنى النيونيت، شنو معنى الانفانت، شنو معنى تشايلد، شنو معنى الادلوسينت. فسنبدأ بالنيونيت. النيونيت هو اي طفل عمره 44 اسبوع من بداية الحمل، يعني لنفرض الحمل صار 40 اسبوع، فاذا عمر النيونيت هو 4، احنا نقول يعني لحد ما يصير 44 اسبوع هو نحسب هذا عمره. زين، مثلا اجى بشهر العفو يعني اسبوع مثلا 39 اسبوع، فاش قد بقت؟ بقن 5. فاذا احنا 5 اشهر هذا كله نطلق عليه مصطلح نيونيت. مصطلح الانفانت الرضيع، الرضيع هو اي طفل عمره ما يتجاوز السنة، اقل من سنة. اما مصطلح تشايلد الطفل هو من سنة الى 12 سنة. اما مصطلح الادلوسينت اللي هو خلينا نقول احنا المراهق او البالغ، زين، الشاب، فهو من 13 الى 16 سنة. هسه بعد ما عرفنا الاعمار لازم احنا شو نعرف؟ نعرف التغيرات اللي تصير بالفسلجة. فاول واحد نبدي بيه هو موضوع الريسبيراتوري سيستم. هاي هنا الاناتوميك اند فيسيولوجيكال ديفلوبمنت، يعني الشغلات اللي حنلاحظها. اولا التانج، يعني لسان الطفل يعتبر كبير، فمن يعتبر كبير هذا معناه شنو؟ راح يزيد لي الريسك مال ايرواي اوبستراكشن الموفمنت اوف جلوتس. زين، فبهالحاله يعني ها صار لنا اول نقطه مشكله، هو حجم اللسان كبير للطفل. يعني احنا نتخيل هاي اذا بالحالة الطبيعية. زين، اذا صارت مثلا حالات غير طبيعية مثلا عدة تيومار، زين، ف يعني نتخيل المشكلة اللي حصرنا بالديفيكولتي انتوبيشن. الطفل ايش عده؟ عده نهاية راسه، زين، هم كبيرة. فبهالحالة احنا من نريد نسوي له السنف بوسيجين، زين، ما راح يفيده يبين مثل الجلوتس يبين اللاركس مثل ما هو بالبالغ. فإذا هاي النقطة هم يعني تعتبر من الصعوبات اللي لازم نخليها ببالنا. السعة مال الرئة مال الطفل أقل من الأدلت، فمعناه شنو؟ يحتاج أكسجين أكثر. زين، والفترة مال الأبنية اللي خلال الانتيوبيشن لازم احنا بهالفترة قبلها نعطي بري اوكسيجينيشن اكثر من الادلت. ليش؟ لان هو البولمينر مارسيرف مالته اقل من الادلت. هسه عندنا المشكلة المهمة، اللاركس، الحنجرة مال الطفل. الحنجرة مال الطفل مستواها يصير عالي، يعني وين الفقرات العنقية الثالثة والرابعة، بينما بالبالغ تصير مستواها انصى عند الفقرات العنقية الاربعة والخمسة. فمن هسه يعني ايش راح يسبب لنا؟ حيسبب لنا صعوبة بالنتيوبيشن والرؤية لللاركس. زين، لحصير يعني مو مثل ما هو موجود بالبالغ. زين، عندنا هاي النقطة. أضيق موقع بالطفل بالحنجرة مع الطفل هي منطقة الكريكويد كارتليج. فهذا معناه شنو؟ الكريكويد كارتليج
يعني قبل ما يدخل التيوب للفوكال كورد هنا حيصير ضيق. فتخيل يعني مثلا التيوب حي يعبر او شي من منطقة ضيقة بعدين تتوسع، يعني عكس البالغ. البالغ الحنجرة مالته تصير متوسعة من فوق ومتضيقة من جوه. زين الطفل بالعكس متضيقة من فوق، فحنواجه ريسيستنس خلال ادخال التيوب خلال الحبال الصوتية. زين اهم نقطة عندنا الهايبوكسيا والهايبر كابنيا. هسه احنا يعني من يرتفع عندنا مستوى السي او 2 يعني هو الهايبر كابنيا، او ينزل مستوى الاو 2 اللي هي الهايبوكسيا، زين نقدر مباشرة نستجيب لها. اما نزيد نسبة النفس مثلا نأشر، يعني طحنا علامة بانه عندنا زيادة بالسي او 2 مثلا، صار خفقان زين مثلا صار هايبوكسيا. احنا قبل نعرف بان احنا بدنا نحتاج اكسجين واحد يشعر بالخنقة، فالجسم يستجيب رد فعل. بالطفل هالاستجابة تصير ضعيفة، فاذا هاي شنو مشكلة من يصير هايبوكسيا وهايبر كابنية؟ زين حيسوي اخماد للتنفس وبدون استجابة او استجابة ضعيفة. عندنا نقطة مهمة، احنا من نخلي يعني التيوب خلال الحنجرة، احيانا نضرب الحنجرة بالتيوب فش لها يصير تروما. فبالطفل من يصير تروما قبل حيسبب اوديما، فهنا ننتبه على هالنقطة. 1 مليمتر من الاوديما زين حيضيق المجرى الهوائي للطفل 60%. يعني تخيل انت اذا طخيت طخة خفيفة وصار عنده جرح حيصير اوديما، لنفرض صارت 1 مليمتر زين اللي حيضيق الايروي 60%. فلهالسبب احنا شو نسوي؟ من نخلي التيوب مال الطفل نستخدم اكثر شي ننكر، او نستخدم الحجم اللي شوي اصغر حتى نخلي ليك يعني فراغ. زين لان هذا اذا ماكو فراغ واليوتيوب حيبقى ضاغط على الانسجة مال الحنجرة حيرجع يسبب لنا اوديما. زين فلهالسبب احنا نترك فراغ خلال الانتيوبيشن، ليش؟ حتى نمنع التروما، لان اذا صار تروما حيصير سب جلوتيك اوديما اند بوست انكسيوبيشن سترايدا. زين فهنا ننتبه على هالنقاط، لازم نحاول نتجنب ونترك فراغ. المينت فنتيليشن، هنا الطفل يعتمد على الريت. يعني هسه احنا الكبار مثلا من نريد نزيد المينت فنتيليشن اللي هي اصلا شنو هي؟ التايدل فوليوم في الريسبيراتوري ريت. مثلا انت تريد تزيد كمية النفس اللي تاخذ بالدقيقة، تقدر تاخذ حجم اضافي. الطفل ما عنده هالقابلية، ما يقدر ياخذ حجم اضافي، فشون اللي حيرفع المينت فنتيليشن؟ بالريسبيراتوري رايت. فلهالسبب دائما الاطفال عندهم الريسبيراتوري رايت عالي. الطفل يعني النيونينت والانفانت شي يحتاجون؟ يحتاجون الانترميتد بوزيتيف بريشر فنتيليشن، يعني يحتاجون ضغط متقطع، او خلينا نقول احنا هي فنتليتر خلال التخدير. لان ليش هذا يفيدهم؟ يعني حتى شنو مثلا نقدر نعطيهم هاي ريسبيراتوري رايت ونقدر نستخدم وياهم البيب. وهاي ان شاء الله واحد يحتاج بالميكانيكال فنتليشن. الورك اوف ريسبيريشن، يعني الطفل من يتنفس 15% يستهلك اكسجين، يعني كمية ترى هاي مو قليلة. عندنا الابنية كل الشائعة بعد العملية بالطفل، هسه صار عندنا هاي 11 مشكلة. الراقب مثل ما تشوفون ساعات تشريح مقارنة بين البالغ، انتبه هاي هنا موقع الحنجرة وين 3 و4، هنا وين صار 4 و5. هاي اول شي، هنا نشوف الحنجرة مرتفعة. زين ثاني نقطة التانج، شوفوا شلون كبير هنا أصغر، شوفوا الفراغ أكثر هنا متضيق. زين هاي هنا الكريكويد كارتليج أضيق نقطة، فمن هنا التيوب من يدخل مو بسهولة، يعني حيقاوم يصير ريسيستنس.
بينما هنا الكريكويد كارتج بالأدل تشوفوا شو واسع، شوفوا هنا شلون ضيق. زين هنا بالأدلت هيش تقريبا الحنجرة مالته، يعني متوسعة من فوق ومتضيقة من جوا، الطفل لا متضيقة منه ومتوسعة من جوا. فتقريبا هاي أهم الفروقات اللي هي تشمل الجهاز التنفسي. اللي هنا يعني الحلقة خلصت، وأتمنى تكون واضحة واستفادتوا. بالنسبة لي إذا يعني حبيت تعرفون مصدر حلقة، فهي أنا جاي أشرحها من كتاب اللي هو المحاضرات التخدير السريري. تحياتي لكم، وياكم الجزء الثاني من تخدير الأطفال، وهو على الانتوبيشن بالطفل وبعض التغيرات اللي نحتاجها أصلا يعني تصير بالطفل حتى نفهم شنو الفرق عن الأدلت. فأولا هسه عندنا respiratory variable، التغيرات اللي تصير بالجهاز التنفسي بالطفل. التايدل فوليوم للطفل هو 7 مل بير كي جي، هنخليها ببالنا. يعني اذا طفل نفض وزنه 10، زين فاحنا شقد لازم نعطيه تايدل فوليوم؟ 7 × 10 = 70 مل، نعطيه خلال الدقيقة الوحدة، العفو مو خلال الدقيقة، يعني 70 مل نعطيه خلال التايدل فوليوم اللي يحتاجه. الديد سبيس مالته يعني الأجزاء اللي هي خلينا نقول يدخل بيها الهواء بدون تبادل غازي، التايدل فوليوم في 0.3 مل. الريسبيراتوري للنيونيت هي 32 بريث بير مينت. لسه نحكي على التيوب. تعرفون التيوبات هي اكو نوعين، اكو كف وانكف اندوتريكال تيوب. هاي هنا جدول اللي يحب يحفظه، يعني مثلا اللي يقول لك مثلا نفرض هاي 1 إلى 2، الانترنال دايميتر 4، الديبث يعني العمق مال التيوب 10 إلى 11 سنتيم. فاحنا حتى هاي المعادلات تصير سهلة نجي هنا عندنا النيونيت. اذا اريد احسب له الديبث مال التيوب، طبعا من احنا نقول الديبث مال التيوب يعني ايش قد التيوب حيدخل بفم المريض ويوصل للرأس، يعني الطول خلينا نقول احنا العمق. زين فبالنيونيت شلون نحسب الوزن بالكيلوغرام زائد 6 حيطلع ليش قد يحتاج ديبث. وطبعا ها النسب تقريبية، يعني نفرض وزن الطفل فرضا حديث ولادة فد 4 كيلوات، فمن نريد احسب للديبث 4 × 6 = 10 سنتيم، لان هذا حيصير الديبث مال تيوب. اما اذا عمر الطفل سنة واكثر اكثر، بس يعني مو يوصل للبالغ ونقول نمشي على هالمعادلة، لا هاي للاطفال بس من سنة او اكثر، العمر زاد 10 سنتيم. يعني اذا عمر الطفل 6 سنين لنفرض، 6 + 10 اذا 16، هذا 16 شنو هالعمق مال تيوب. فهسه صار عندنا معادلتين نحسب من خلالها العمق مال تيوب. زين اذا اريد احسب السايز مال تيوب، السايز مال تيوب شلون احسبه؟ يعني من اقول سايز يعني شنو الانترنال دايمتر، القطر الداخلي للتيوب اللي شرحتها بالمحاضرة مال التيوب، بانه يصير مكتوب على التيوب رمز اي دي وبصفة رقم اللي هو. فاحنا التيوب عندنا الكاف وننكف، فاذا اريد اخلي للطفل الانكف تيوب العمر على 4 + 4.5، اذا اريد اخلي له ويا كاف العمر على 4 + 3.5. فهسا هالمثالين واضحات. هنا عندنا معادلات مهمة، احنا قلنا هسه مرات ليش مفضل للطفل الانكف تيوب؟ لان انت من اللي حتخلي الكف تيوب، خاصة يعني الطفل حديث الولادة، اللي حيسوي برجر بالترايكية، فش اللي حيسبب هذا البرجر خاصة بالعمليات الطويلة؟ حيسبب اودمة. وإذا تتذكرون بالجزء الأول مال حلقة البيدياتري قلنا إحنا بالرسبارتر سيستم، إذا 1 ملي صار أوديمال حيضيق 60% من المجرى التنفسي. فلهالسبب إحنا دائما للطفل نفضل الأنكف تيوب، ودائما ناخذ الحجم اللي يصير شوية أصغر من
تراكيا مع الطفل. زين، هسه عندنا معادلات هم نقدر احنا نحسب منها، يعني مال اورال انتيوبيشن اللي هي العمر على 2 زائد 12 سنتيم، او اذا نريد نحسب النيزل انتيوبيشن هم العمر على 2 بس هنا زائد 15. ليش؟ لان هاي راح نخلي التيوب من خلال فم الطفل. هنا هاي المعادلة نحسب بيها طول مال التيوب بس شنو خلال الاورال انتيوبيشن. فاذا صار عندنا كم معادلة نحسب بيها الديبث مال التيوب؟ 4. قلنا اذا الطفل نيونيت شنو نحسب؟ الوزن زائد 6. وعندنا معادلة إذا عمر الطفل سنة وأكثر نحسب له بأنه العمر زائد 10 سنتيم. زين، عندنا هسه إذا قلنا المعادلتين اللي هي هاي هنا هم تعتبر على العمر زائد 2 زائد 12، هذول هم يعني نفضلها شوية للأكبر من سنة، وإذا أريد نخليها خلال النيزل أو خلال يعني فم الطفل عمره على 2 زائد 15 سنتيم. طيب هاي بالنسبة للتيوب. زين، اذا اريد نخلي له لارنجيال ماسك ايروي، وهم يحتاج هاي حلقة خاصة اشرح بيه. لارنجيال ماسك الوزن على 20 زائد 1، ويقول لك نقدر نقربه للنص. فناخذ يعني مثال حتى نحسب، لان بوقتها من نزلته بالجروب يعني اكو ناس ما فهموا الطريقة فقالوا يعني هاي مو عملية، فهم شو مسوين؟ ماخذين اصلا التقسيم خطأ. فخلنا نقول وزن الطفل 10 كيلوات. زين، 10 على 20 يطلع 1 على 2 يعني نص، زائد 1 ايش قد صار؟ 1.5. 1.5 حجم كلش كافي للطفل اللي وزنه 10 كيلوات. هسه اللي هنا خلصت حلقة اليوتيوب. نكمل وياها شنو؟ التغيرات اللي تصير بقلب الطفل الكارديو فاسكولار. احنا حتى ناخذها باختصار، اولا احنا مثل ما قلنا الطفل هنا على شنو يعتمد؟ الستروك فوليوم مالته تقريبا ثابتة. ليش؟ لان قلب الطفل يعني خاصة الفينتركل مالته ما عنده قابلية مطاطية يستوعب حجم اكثر مثل ما بالادلت. بالادلت المطاطية مال القلب اكثر، بالطفل هالكومبلينس مال الطفل تصير يعني مو كاملة بالليد فينتريكل. فلهالسبب الطفل على شنو حيعتمد؟ حيعتمد على الكاردياك اوتبوت، يعني بالضبط يعني حيعتمد على الهارت ريت. لهالسبب احنا نشوف الطفل الهارت ريت ما تعالي، يعني هسه احنا بالادلت الهارت ريت ما يعبر 100، بالطفل كله فوق 100، زي مثلا 120 130، وحتى اكو اطفال يوصل لل180. زين، السبب شنو؟ قلنا احنا الكاردياك اوتبوت، هسه خل افهمكم، نريد نحسبها شنو نقول؟ الهارت ريت في الستروك فوليوم. زين، الستروك فوليوم مال الطفل قلنا ثابته، ايش راح يبقى؟ شلون يقدر يزيد الكاردياك اوتبوت؟ بالهارت ريت. فدائما الهارت ريت مال الطفل عالي، هاي لا ننسى هالنقطه. وعندنا مشكله بالطفل، الطفل تعرفون عدل الباراسمباثيتك هو اللي اللي حيصير سائل. فلهالسبب يعني اذا ننطي الانستيزيا مثلا باوفر دوز او صار عده هايبوكسيه، مباشره الطفل اللي حيصير عده براديكارديا، وبس الطفل يصير عده براديكارديا ممكن يفقد حياته. ليش؟ لان قلنا احنا يعتمد على الهارت ريت، فالطفل لازم دائما عنده زيادة بالهارت ريت، فبس تقل زين اللي حيقل الكاردياك اوتبوت للطفل. فلهالسبب احنا دائما الطفل قبل العملية ننطيه اتروبين. زين، ها نخليها ببالنا، اتروبين دائما ننطي للطفل. ليش؟ حتى نلغي تأثير الباراسمباثيتك، ونخلي السمباثيتك هو السائد. زين، حتى نحافظ على الهارت ريت. هنا ايش عندنا؟ ده يقول احنا بالطفل من يصير انخفاض بالفوليوم مع الطفل، العلامات اللي راح نشوفها هي هايبوتنشن without tachycardia.
يعني مثال، إذا شخص بالغ مثلا صار عنده نزيف وصار عنده هايبوفوليميا، العلامات اللي راح تصير عنده خلينا نقول علامات الشوك الصدمة، مباشرة حنشوف عنده تاكي كارديا زيادة بدقات القلب ويا هايبوتينشن. بالطفل التاكي كارديا ماكو، حيصير عنده بس هايبوتينشن. فلهالسبب يعني حياة الطفل من يصير بيها برادي معرضة للخطر، ممكن يوصل للكاردياك أرست. فننتبه على هالنقطة، الأتروبين دائما للطفل، ونفس الوقت نمنع حدوث الهايبوكسيا، نمنع حدوث الأوفر دوز خاصة بالأوبيويد والإنهيليشن ايجنت، ذن إذا نعطيها ممكن تقتل الطفل. زين، هسه نريد نعرف النورمال بلاد فوليوم، حجم الدم بالطفل. إذا طفل حديث الولادة حجم الدم مالته 85 إلى 90 مل بير كي جي. زين، إذا عمر الطفل 6 أسابيع إلى سنتين حجم الدم مالته 85 إلى مل بير كي جي. إذا سنتين للبوبرتي يعني للبلوغ 80 مل بير كي جي، وطبعا الأدلت تقريبا 70 مل بير كي جي، يعني هاي حجم الدم. يعني احنا من نريد نحسب مثلا هسه هاي هنا طفل عمره سنتين، زين لحد البلوغ، خلنا ناخذ مثال بأن وزن الطفل مثلا 20 كيلو. زين، فهسه من نريد احسب حجم الدم لهذا الطفل 20 كيلو، طبعا 20 كيلو يعني هو عمره محصور بين السنتين للبلوغ، فأقول 80 في 20 1600 مل، هذا حجم الدم. زين، يعني ايش قد لتر؟ 0.6. ليش قسمت 1600 على الألف حتى أحول المل إلى لتر؟ فايش قد صار؟ صار حجم الدم الطفل عمره 20 سنة لتر 0.6. هنا جدول ضمن التغيرات بالقلب، يعني حنباع شلون ضغط الدم والهارت ريت بالنسبة للطفل خلال أعمار مختلفة. هنا قبل ما ندخل بالعمر لازم ناخذ على الوزن، لأن هنا ما نريد نحسب بالأيام. فإذا طفل عمره مثلا 3 كيلوات، العفو الوزن مالته 3 كيلوات، شوفوا ضغط الدم مش قد 65 على 40، شوفوا ايش قد قليل. هاي بالادلت هذا يعتبر هايبوتنشن، بس بالطفل اللي وزنه 3 كيلوات هاي نورمال، بينما بقى الهارت ريت ايش قد 100 الى 180. فاذا نخلي قاعدة بالنا بانه الطفل يعتمد على الهارت ريت. موضوع مهم اللي هو الهايبوفوليميا بالطفل، انا قلت لكم قبل شوية من تصير هايبوفوليميا بالطفل، زين مباشرة ايش راح يصير؟ هايبوتنشن بدون تاكي كارديا. فلهالسبب الهايبوفوليميا بالطفل قاتلة، يعني مو مثل الأدلت. الأدلت الجسم اللي حيسوي ريسبونس تاكي كارديا للهايبوتينشن، بالطفل هاي معدومة. هنا اكو ملاحظة، الهايبوتينشن بالبيدياتريك شي يقول؟ يقول اللي حيحافظ على الضغط الطبيعي للطفل لحد ما يفقد 35% من البلاد. مثل ما قلت لكم بأنه الهايبوتينشن لحتأخر، يعني الطفل يفقد 35% من الدم مالته يلا يصير عنده هايبوتينشن، وما راح يصير وياه تاكي كارديا. زين، وهسه هحكي لكم العلامات اللي ملخصها هنا. أول شي قلنا التاكي كارديا هي not specific، يعني ما تصير. زين، الكابيلاري فيلينج، الكابيلاري كلكم يعني مجربين. هسه احنا من نضغط على الاصبع، زين حنمنع الدم من الوخر مباشرة يرجع. هنا حيصير عنده بالطفل ديلي، يعني اكثر من ثانيتين يلا يرجع اللون. بعد الشغلات ممكن يصير عنده اغماء، ويصير عنده جلده بارد، حيقل اليورين اوتبوت، كمية الادرار قليل، ممكن قلنا يفقد الوعي، يصير الطفل ازرق. الهايبوتينشن هي تتأخر مثل ما قلت لكم، الا الطفل يفقد 35% من الدم مالته
يلا يصير عنده الهايبوتنشن. بعد من ضمن التغيرات أريد أحكي لكم عن رينال سيستم. الرينال سيستم بالطفل عنده الديهايدريشن من يصير بالطفل ما يتحمله مثل ما قلت لكم. ليش؟ لأن الديهايدريشن هم فقدان للسوائل، فالطفل من يفقد سوائل زين أول شي ما راح نكتشفه بسرعة، لأن العلامات مالته قلنا الهايبوتنشن يتأخر ما يصير عنده رسبون، فممكن هاي ايش راح تسبب زيادة بالخطر على حياته. اليورين اوتبوت كمية الإدرار أو البول عند الطفل 1 إلى 2 مل بير كي جي بالساعة، يعني الكمية زينة وهذا طبيعي له. يعني إذا خلينا نقول وزن الطفل 10 كيلوات، يعني ممكن كمية الإدرار بالساعة الواحدة 2 في 10 زين هاي 20 مل بالساعة. يقول لك هنا الحديث الولادة حيقل عند الجلوميرولر فلتريشن ريت زين، اللي حيقل القدرة مالته على يعني بكمية الكونسنتريت اليورين، يعني الكمية مالته على تركيز البول زين، مو مثل الأدلت. بس أهم نقطة ركز عليه اللي هذا شوفوه بالأحمر، اليورين أوتبوت 1 إلى 2 مل بير كي جي بالساعة. اللي هنا خلصت الحلقة، وهي طبعا مختصرة لأن يعني ما أريد أنا أسوي الفيديو شوي وقته طويل حتى لا يصير ملل بالموضوع، وأتمنى استفاديته. وإن شاء الله الجزء الثالث عن الحلقة هو الاندكشن والمنتنانس والأدوية للطفل. شكرا جزيلا. الجزء الأخير من تخدير الأطفال، وهو المراحل اللي قبل العملية وخلال العملية وبعد العملية. فمثل ما تعرفون وأن الحلقة شارحها هي البري أوبريتيف فاستنج، الطفل هنا إيش وقت ينقطع عن الأكل والشرب قبل العملية. فأول نقطة، إذا الطفل زين الطفل ماخذ كلير فلويد، يعني خلينا نقول بس مثلا معتمد على الماء و يعني السوائل اللي خلينا نقول نقية ما بيها مواد غذائية قوية زين، قبل العملية بساعتين هو يصوم، ساعتين يحتاج صيام بس. أما الأطفال اللي يعتمدون على السوليد يعني فود مثلا خلينا نقول حليب الأم أو الحليب أصلا الجاهز الاصطناعي، فهذا يحتاج إلى مدة 6 ساعات صيام قبل العملية. بس تقولون يعني الطفل شوية ما يتحمل، يعني مال 6 ساعات يصوم وهذا صعب، فاحنا شو نسوي؟ اذا العملية ممكن يعني قبل 4 ساعات نقدر ننطي مغذي، خلينا نقول انفيوجن وهو كلوكوز 5% او 5% دكستروز، نقدر ننطي وياه نورمال سلاين. هذا شنو اللي حيعوضه؟ الفلود اللي يحتاجها الطفل يعوضه بالطاقة زين. فعندنا هسه هاي 3 نقاط، هاي بالنسبة للصيام زين. هسه نجي إلى نقطة مهمة اللي هي الأدوية قبل العملية. احنا الطفل نحاول نهدئه، فأما ننطي مثلا ميدازولام عن طريق الفم 0.5 إلى 1 مليغرام بير كي جي، او ننطي اي في بجرعة 5% او خلينا نقول 50 مايكروغرام الى 100 مايكروغرام بير كي جي. الفنتانين 1 إلى 3 مايكروغرام بير كي جي اذا ردنا ننطي. المورفين يعني شوية قوي على الطفل زين. اهم شي ساعدنا الكيتامين. الكيتامين طبعا هو متوفر عن طريق الفم بشكل الحبوب زين، فإذا موجود يمنا ننطيه بجرعة 2 إلى 4 مليغرام بير كي جي قبل العملية زين. أما إذا ما متوفر ننطيه آي إم، جرعة الآي إم يعني عن طريق العضلة 4 إلى 6 مليغرام بير كي جي. هاي شو وقت الأدوية ننطيها قبل العملية؟ الهدف منها هاي إزالة القلق بالطفل، يصيح ويبكي يعني شوي صعب وحالته تتأذى، فواحد يعطيه مهدئ قبل العملية زين حتى الأمور تسهل.
زين، هسه نريد ننطي الاندكشن. الاندكشن اول نقطة اللي نواجهها كتحدي بالطفل هو من قاعد وتريد تسوي له كانولا صعبة. ليش؟ حيبقى يبكي ويرفس بايده وما يقبل. زين، فهاي اول نقطة. فاحنا هالنقطة شلون نتخلص منها؟ زين، ننطي اندكشن بالانهيليشن ايجنت، الانهيليشن تكنيك، او شو نسوي؟ ننطي انترا ماسكولار كيتامين 5 إلى 10 ملغرام بير كي جي، وراها نخلي له الكانيولا ونبدي. زين، اذا اصلا الطفل جاينا هو قبل العملية مثلا عنده كانيولا مشدودة، فبهالحالة بعد ما يحتاج نستخدم طريقة الانهيليشن ايجنت، مباشرة ننطي الانترا فينوس اندكشن مثل ما قلت لكم. احنا الطفل ننطي يعني كأدوية اندكشن، ننطي بروبوفول مثلا 2 إلى 3 ملغرام بير كي جي، وراها ننطي النون ديبولارز مصر ريلاكسنت يعني مثل الازميرون، سيستراكريوم، الاتراكريوم، سكولين. زين، هاي ننطيها، بس انتبه على ملاحظة انا قلتها لكم على بخصوص الاتروبين. احنا لا ننطي للطفل قبل العملية. هنا اذا انطيناه سكولين ننطيه هم اتروبين. ليش؟ لان السكولين سبب برادي، وحكيت بالحلقة السابقة بانه البرادي قاتلة بالطفل، فننطي ويا اتروبين حتى نمنع البرادي كارديا. هسه نحكي على الانهليشن ايجنت للطفل. احنا قلنا الانهليشن ايجنت هي تقريبا اسهل طريقة حتى نخلي الطفل يبتعد عن الخوف ويمكن ينام، ووراها نقدر نحصل له على الكانولا. زين، فعندنا نوعين من الاندكشن بالهالة اللي العفو الاندكشن بالانهليشن نستخدمها للاطفال، الهالوثين والسيفوفلورين. الهالوثين احنا نفضل ليش؟ لان الرائحة مالته وطعمه حلو للطفل فما راح يقاومه. زين، النقطة الثانية هي تعتبر طبعا من المساوئ بأنه يشتغل بطيء الهالوثين. والنقطة الثالثة اللي تعتبر ضمن المساوئ، الأرثمية ممكن تصير أكثر من غيره. السيفوفلورين هو الأفضل، الخيار المفضل. ليش؟ أول شي ما يسوي إرتيشن للإيرواي، يعني ما يحفزه للإيرواي، ورائحته زينة وطعمه زين، بدايته سريعة نهايته سريعة. زين، بس في مشكلة واحدة، ها، وقبل المشكلة بأنه هو يعني مستقر بالنسبة للهيموديناميك يعني الهارت ريت والبلاد بريشر. زين، يعني أمين شوي للقلب، بس المشكلة مالته بالطفل سبب له ديليريوم يعني مثل خلينا نقول هذيان ورعب بالطفل. المونيتر احنا بالطفل نراقب لون الطفل، لان قلنا يعني الطفل خاصة بالهايبوفوليميا يصير ساينوسز بسرعة. زين، قبل البلاد بريشر نراقب حرارته، لان الحرارة جدا مهمة للطفل. زين، ونراقب نسبة الهارت ريت مالته، نراقب الاكسجين مالته، الاي سي جي هم نقدر نخلي، اذا عندنا جهاز الكابنوغرافي نخليه. هسه نحكي على نقطة مهمة هي الأدوية للطفل. الأدوية للطفل طبعا أنا بالكتاب ما اتخال هواي أدوية، بس ما راح أحكيها كلها، حأحكي بس اللي خلينا نقول اللي نحتاجها أكثر شي. فعندنا أول شي أدوية الإنعاش، أو خلينا نسميها أدوية الطوارئ، اللي هو الإبنفرين يعني الأدرينالين. الأدرينالين للطفل ايش قد؟ 10 إلى 100 مايكروغرام بير كي جي، هاي بحالة الكاردياك أرست. أما إذا أريد ننطي خلال التيوب هي 100 مايكروغرام بير كي جي خلال اندوترايكال تيوب. أما إذا صار عنده هايبوتينشن ننطي 1 إلى 4 مايكروغرام بير كي جي. الأتروبين للطفل، الأتروبين ننطي بجرعة
بوينت 1% إلى بوينت 2%، يعني خلينا نقول 10 إلى 20 مايكروغرام بير كي جي. زين، هاي للطفل ننطيها حتى نمنع البراديكارديا ونخلي السمباثيتك هو الساد على الباراسمباثيتك، أو إذا رد ننطي خلال التيوب هي 0.3 ملي غرام بير كي جي. زين، أدنوسين اللي هو يعالج يعني الأرثمية ننطي 0.1 ملي غرام بير كي جي، ماكسيموم دوز أقوى جرعة هي العفو 6 ملي غرام بير كي جي. الزايلوكين أو الليدوكاين ننطي للطفل 1 إلى 1.5 ملي غرام بير كي جي. جرعة السكولين للطفل 2 إلى 3 ملي غرام بير كي جي. الروكرونيوم أو الأزميرون قد ننطي 1 ملي غرام بير كي جي. عندنا النالكسون، وإن شاء الله هذا يعني هم يحتاج شرح خاص عليه، هو 1 ملي غرام بير كي جي. بقية الأوبيود، فيتامين البروبوفوز يعني شرحناها. البنتوثال جرعته للطفل 1 إلى 2 ملي غرام بير كي جي، أما إذا ردنا نطيب بشكل إندكشن للطفل فهي 4 إلى 6 ملي غرام بير كي جي. البروبوفول بحالة الإندكشن 2 إلى 4 ملي غرام بير كي جي. الإيتوميديت 0.2 إلى 0.3 ملي غرام بير كي جي. الأنتيبايوتيك اللي أكثر شيء هي للأطفال يعني المضادات الحيوية، خاصة مثلا عندنا إذا عمليات الكسور إحنا دائما نطيب بيها أنتيبايوتيك حتى نحمي الطفل. زين، أو مثلا مريض بالعناية هم يحتاج أنتيبايوتيك، فبهالحالة يعني الأكثر شيء نستخدمه هي الأمبسلين جرعته 50 إلى 100 ملي غرام بير كي جي كل 6 ساعات، وأقصى شيء 3 غرام. الجنتامايسين أو الجرامايسين ننطي بجرعة 2 إلى 2.5 ملي غرام بير كي جي كل 8 ساعات، يعني 3 مرات باليوم، بينما الأمبسلين 4 مرات باليوم. الكليندامايسين بالطفل 5 إلى 10 ملي غرام بير كي جي كل 6 إلى 8 ساعات، أقصى شيء ننطي 900 ملي غرام. فهذن اللي ركز عليه الأمبسلين والجنتامايسين والكليندامايسين، هذن أكثر شيء. هنا عندنا الزوفران، هم مهم. الزوفران طبعا هو مضاد تقيؤ، وهم إن شاء الله يعني هاي حلقة خاصة. فننطي بجرعة 0.05 إلى 0.15 ملي غرام بير كي جي. الديكساميثازون أو الديكادرون زين 0.1 إلى 0.5 ملي غرام بير كي جي. البلاد لوس، الطفل من يفقد دم شلون نعوضه؟ هاي طبعا كلها تعتبر ضمن الأجزاء مع العملية. كل 3 مل زين ننطي من الرنجر لاكتيت مقابل ملي واحد من الدم. احنا قلنا يعني بالتعويض كل 3 سيسيات من الفلود الايف فلود تعادل سيسي واحد من الدم. فاذا الطفل بس شنو هنا ما ننطي كلوكوز، لا نفضل احنا ننطي رنجر لاكتيت. ليش؟ اقرب شيء هو المكونات الدم والبي اتش مالته يعني متعادل، العفو يعني مال الى الدم، فلهالسبب يعني احنا نفضله. فاذا اردنا ننطي مثلا الطفل فقد 10 سيسيات دم، فمن نريد عوضه بالفلويد يعني هو طبعا هي مو 10، هو مثلا هو لازم يفقد اكثر حتى نبدي نعوض اذا اريد. فهنا فقد مثلا 10، فاقول اذا اريد اعوضه فلويد 3 في 10 30 مل عوضة رنجر لاكتيت. أما إذا أريد نعوضة كولويد، الكولويد هي تقريبا مثل الدم، وإذا فقد سيسي دم عوضة سيسي من الكولويد، مثلا عوضة 1 ملي فقد دم عوضة ب1 ملي من 5% البومين. البليتليت أو الفريش فروزن بلازما يعني الصفائح الدموية البلازما اللي عوضة للطفل
10 إلى 15 مل بير كي جي. شو وقت هاي؟ من يفقد الطفل دم أكثر من 1 إلى 2 بلاد فوليوم، يعني فقد خلينا نقول بقد حجمه للطفل، زين، في هنا حافظ بلازما، أو بحالة الماسف بلاد ترانسفيوجن يعني نقل الدم المكثف يحتاج هنا بلازما. فجرعة البلازما والبليتليت الصفائح الدموية للطفل 10 إلى 15 مل بير كي جي. أما الكرايو بريسيبيتيت فهي للطفل 1 يونت لكل 10 كيلوغرام من الوزن. هنا التعويض مالته يعني أسهل، مثلا الطفل خلينا نقول وزنه فد 20 كيلو، فبهالحالة شقد أعطي؟ 2 يونت من الكرايو بريسيبيتيت، إذا كل يونت لكل 10 كيلوغرام من الوزن. اللي هنا الحلقة أتمنى تكون سهلة وواضحة. شكرا لكم.